شو ينجم يكون صار لها بالضبط؟ شيء مختلف الفرضيات. تقرير حذامي البجاوي. بكيها ما توقفش، صيحة واصل لآخر الشارع، دقايق من بعد حسها بيت. وفي البيت اللي مستنسين يلعبوا فيها صغارها باش تتلقى فارقة الحياة. شنو باش يصير لها ليلة الخميس 24 نوفمبر 2022؟ كيفاش توفيت؟ وعلاش وفيتها قاعدة لغز لليوم؟ حبل في رقبتها ومعلق في ساك متاع بوكس، كرسي بحذيها، سكينة بجنبها وهي طايحة في القاع ومفارقة الحياة. هكا باش تتلقى في البيت اللي مستنسين يلعبوا فيها صغارها. كيفاش توفيت وشنو صار لها؟ فاطمة خميسي 28 سنة، أصيلة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة، متزوجة وأم الأربع صغار أعمارهم بين 7 سنين وعامين ونص. وليد الزوج 38 سنة، صاحب كشك. وليد يقول إنه فاطمة قررت تنهي حياتها وتنتحر بسبب شكوكها وغيرتها الكبيرة من ياسمين المساعدة متاعو في الخدمة، بما إنها كانت تظن إنه وليد على علاقة بها، ما كانتش تحبها وسبق وطلبت منه باش يخرجها من الخدمة، خاصة بعد ما كثرت الخلافات بينه وبين زوجته بسببها. هذاك علاش استغنى عن خدماتها شهرين قبل الحادثة. لكن نهارين قبل وفاتها، نهار 3 22 نوفمبر 2022، فاطمة باش تفيق بمكالمات هاتفية قاعدة تصير بين وليد وياسمين. في النهار هذا عركة كبيرة صارت بيناتهم، تعرضت فيها فاطمة لتعنيف كبير من رجلها وكسر لها تليفونها. ملي عرست بيه وإحنا حسينا اللي فما قاعد يعنف فيها، يضربها، تروح ديما لدارهم. هي لا يو كاتر انفون في 6 سنين ولا في 7 سنين، دونك كل مرة تروح لدارها لدارهم وتبدا تحكي مع أمها اللي هي معناتها إني تي با تري زوغوز. قالت لي راهو ضربني وراهو كل عادة ضربني ومزرقني وراهو عمل لي وراهو عمل لي وبارشا حاجات، يكذب في أختي، قال لي تكذب كل شيء. قلت لها انا حل كاميرا، كي هو خرج حلت اختي الكاميرا، عينها زرق بالضرب، جبينها ازرق بالضرب، وتبكي تبكي بالدموع اللي بالشهقه. انا نخاف، معناها قلت زعما نمشي لها زعما نمشي لهاش، معناها نخمم كيفاش، خاطر هو مره هددني معناها شيء كبير. راهو قالت لي يبدا يشدني من شعري، يبدا يكر فيا ويدور يدور ويضرب، واولادها يبداو يعيطوا ويصيحوا. تليفونها مسكر كل، طلع هو فكلها تليفون، مش أول مرة يفكلها تليفون، معناها تليفونها ديما يفكولها يجي 60,000 مرة ويكسرهولها، ديما يشد أختي دقدقها بتريحة. من بعدك اش مش عمل للسيدة ذايا؟ يفك تليفون أختي خاطر فيه ميساجات، دقدقولها كسرهولها. إذا تليفون خامس ينكر الشي اللي خليها تتصل بأختها من تليفون جارتها وتستنجد بها. الجارة تأكد إن وليد متعود يعنف زوجته وسبق ورجعتها مثنية في ليلة كانت ماشية تشكي بيه فيها بسبب تعنيفه لها. فهل شكوك فاطمة وغيرتها خليوها تنهي حياتها؟ وإلا فما رواية أخرى تخفي تفاصيل وفاتها. أبحاث أمنية انطلقت، سماعات وشهادات بديت لكل الأطراف اللي عندها علاقة بالضحية ورجلها. وهوني فرضية ثانية باش تتطرح، وهي إنه وفاة فاطمة نجم تكون بفعل فاعل. ياسمين المساعدة تقول إن وليد كان يحب يتقرب منها وسبق وعرض عليها في الزواج عرفي لكنها رفضت، كما تقول إنه نهارين قبل الحادثة جاها اتصال من كوثر أخت الضحية، طلبت منها فيه باش تبعد على وليد وتخرج من حياته بسبب الخلافات اللي قاعدة تعيش فيها أختها مع رجلها. قلتلها أنا تبع في رجل عنده 4 صغار، معناها افهم قدرك، كنت حب على فلوس نعطيوك، شنية انتي مش ابعد على اختي، راك عملت لها مشاكل، راي اختي تاكل في الضرب من جورتك، ابعد على الراجل،
قلت لها انا مال انت تمشي لاختي قولها لي انت ما عندك حتى مشكله مع اختي باش تبرد، راهي اختي بالحق قلبها معبي. بعد المكالمه هذه ياسمين قررت تهز امها وتمشي لدار فاطمه باش تبرر موقفها. وهذاك اللي صار نهار الخميس 24 نوفمبر مع 6:30 متاع العشية، مشيت ياسمين وأمها لدار فاطمة. كلام ياسمين ما أقنعهاش وقعدت تتهم فيها إنها سبب وراء مشاكلها مع راجلها. تصرف فاطمة، كلامها واتهاماتها ما عجبوش وليد، الشي اللي خلاه يضرب زوجته قدام الموجودين. هذيك علاش ياسمين وأمها فضلوا يغادروا المكان بعد ما كبر الخلاف. وأول ما خرجوا ياسمين اتصلت بكوثر أخت فاطمة، حكيت لها اللي صار وطلبت منها باش تمشي بحذا أختها بما إنه وليد كان منفعل برشا. هزت تليفون الميسانجر وكلمتني أنا، أمان ما تخليش أختك وحدها اليوم، أمان خبعت وشكون بحذاها. قلت لها علاش؟ قالت لي حاسة باش يعمل لها حاجة. كوثر تحيرت على أختها واتصلت بالجارة باش تطمن هل فما خلاف مازال صاير في دار أختها ولا الحكاية وفات. الجارة علمتها إنه الحس بيت وما فماش عركة صايرة. كوثر اطمنت لكنها ما كانتش تتوقع إنه بعدها بسوية قليلة ومع الحداش متاع الليل باش يجيها اتصال يعلموها فيه بوفاة أختها. وليد من جهته اللي رغم تأكيده أنه عنف زوجته قدام المساعدة متاعه لكنه انكر أنه عنده علاقة بوفاتها. يقول أنه ليلتها وبعد الخلاف اللي ذكرته ياسمين المساعدة خرج جاب العشاء قعد نص ساعة ورجع للدار مع 7:30 متاع الليل. رفضت فاطمة أنها تتعشى معاه، قامت فتوقع أنها دخلت باش ترقد. أقل من 10 دقائق ومشى باش يتفقدها ما لقاهاش في بيت النوم، فركس عليها في البيوت الكل. وأول ما حل باب البيت المخصص للعب صغارهم إلقاها منتحرة في الساك متاع البوكس اللي مستانس يلعب بها ولدها. فجيب سكينة قطع الحبال اللي في رقبتها ظنن منه إنها مازالت على قيد الحياة. رواية الانتحار هذه ما أقنعتش عائلة فاطمة، خاصة إنها كانت متعلقة برشا بصغارها وأجلت حتى فكرة الانفصال من خوفها إن وليد يحرمها منهم، وقررت تقعد تعيش معاه رغم تعنيفه لها. العائلة تأكد زيدا إنه سبق وتشكيت فاطمة من تصرفاته الغريبة معاها. علاقة فاطمة بزوجها عليها برشا نقاط استفهام، علاقة غريبة تخفي تصرفات وليد اللي لا فاطمة لا عائلتها نجموا يفهموها. يقول لأختي يخدم هو في الحمامات مع هذه اللي تخدم معاه وهي بيدها طفلة مستعرفة. قالت نمشي معاه للتبرقة، نمشي معاه للبحر، نمشي معاه الحمامات، وكي يمشي للوتيل فاكونس يمشي للوتيل أختي تاق اللوطة هو تاق الفوق، ومعناها عنده حاجات يخبي فيها على اختي لازمهاش تراهم. قال شنيا تعب، قال شنيا حس صغار، انت ماشي فاكونس ما تمشي تفرد انت ولادك. خلافات في علاقه عرفت برشا اضطرابات. زواج كان بعد قصه حب كبيره جمعتهم، بدايتها كانت عن طريق الصدفه. عرفته على التليفون، هي تخدم في سوسه، كلمها جاها نومرو غلط، يعرفها 4 سنين، حبوا بعضهم، حبها حبته حربت عليه باش خذيته هي. اتصال غلط جاها من شخص ما تعرفوش باش يوفى بارتباطها بيه، وفي 2014 صار الزواج واستقروا في ولاية منوبة. لكن بعد العرس ظروف وليد المادية تحسنت بصفة ملحوظة ومن غير ما تفهم فاطمة سببها.
الطفل كان معناتها مستوى ياسر محدود، الانسان لابس عليه الى لي غران مويان خاطر يل بو سو بيرميتر باش يسكن في اوتيل 4 ايطوال، ينجم يسافر ديما معناتها بصفه براتيكمون منتظمه نتاع 4 فوا باران، معناتها يمشي مره للجزائر مره للجسمه لتركيا، يجيب لها زاده في الحوايج. دونك يا د لارجون، يا في بوكو دارجون كي ا سوسيتي كان ميم، هي une certaine curiosité عندها، هي معناتها حبت تعرف منين هذايا الكل. بعد ولات عنده شركه، عنده بيتزارية، عنده حانوت، هو يعيط له حانوت، هو بوتيك نتاع دبش معون، وكل كل مره يخدم حاجه. ورغم تحسن وضعيتهم الماديه، الخلافات بيناتهم كثرت. السبب الوحدة اللي كانت عايشتها فاطمة رغم إنجابها لصغارها، وخدمة وليد، وسفراته المفاجئة اللي كثرت، وسبب زيدا صعبوا معاها وغيرتوا عليها اللي وصلت حتى يلبسها النقاب. فرض على أختي تلبس النقاب، ملبسها النقاب معناها كان عينها يظهروا وما تخرج ما تدخلش، معناها أختي تهبط له تلقاه قاعد هو والسكرتيرة في البيرو يعملوا في قهوة ليهم الدين، السكرتيرة تلبس القصير تلبس الميني. سنين تعدت حتى ل 2021 وين لهوة وليد الكبيرة بخدمته زادت، وخلت شكوك فاطمة تزيد إنه رجلها مخبي عليها حاجة، فقررت تكثر من زياراتها لخدمته. هوني وين باش تكتشف علاقة مرتحت لهيش بين رجلها وبين ياسمين، واحدة من الموظفات اللي دخلت تخدم في الشركة متاعه. ياسمين اللي بسببها خلافات فاطمة وراجلها باش تستمر لسنوات، وآخرها انهار الحادثة، انهار اللي توفيت فيه فاطمة. أثار عنف كبيرة تمت معاينتها على جثة الضحية، أثار يأكد زوجها إنه هو المتسبب فيها انهارين قبل الحادث، كما تمت معاينة خدوش في ديه يقول إنه يجهل مصدرها. فما تراس نتاع 5 سوايبع كاين تخنقت، ولا فما معناتها حد نزلل على فمها. لعبة نتاع بوكس اللي أنا نتصبع قصيرة، أختي ما شاء الله هتول مني، معناها أنا نمسها بيدي أنا قصيرة، ولد أختي يلعب فيها، معناها أختي كي تطلع فيها تهبط تطيح لحديدها، كيف تنتحر بها؟ يستحيل. اليوم بعد 6 شهور تقريباً على وفاة فاطمة، الأبحاث في وفاة مسترابة مازالت مستمرة للكشف عن حقيقة اللي صار للضحية ليلة الخميس 24 نوفمبر 2022 بين 7:30 متاع الليل والعشرة واربعين دقيقة، في انتظار تقرير الطب الشرعي اللي باش يكشف هل أنه تنجم تكون فاطمة انتحرت بسبب الهرسلة اللي كانت عايشتها وبسبب علاقة زوجها بالمساعدة متاعه، وإلا وفاتها كانت بفعل فاعل وتم الإهام بانتحارها.